هو اسم على مسمى أسبوع الخير، وده بسبب اللي بتقوم به الجمعيات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بني سويف، زي جمعية الأرمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير اللي قاموا بتوزيع كراتين مواد غذائية ولحوم على أهالينا الأولى بالرعاية بمركز الفشن. حوافل ديت والمبادرات ديت بيبقى لها صدى كبير جدا جدا للمواطن أو الأسر الأولى بالرعاية اللي احنا كلنا شغالين عليها، وإن شاء الله مكملين، وإن شاء الله يكون في أكتر وأكتر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. احنا موجودين معانا 30 متطوع من مؤسسة أبو هشيمة الخير من مركز الفشن والمراكز اللي حواليها لتوزيع 500 كرتونة على أهالينا في مركز الفشن وطن لحوم. الفعالية شملت توزيع حوالي 500 كرتونة و1000 كيلو من اللحوم، وده جزء بسيط من قطار الخير اللي بيلف قرى ومراكز بني سويف عشان يفرح أهالينا ويدعمهم. مبادرة محترمة وبيقدموا خير للناس الفقراء، ومبادرة كويسة حلوة الحمد لله. الناس مبسوطة بالمبادرة دي، مبادرة التحالف الوطني. إذا أقول ربنا يديهم الصحة ويتفهم شر المارة ويعرف ميزان حسناته. الرئيس الله يبارك فيه ويدي له الصحة ويبارك في كل اللي بيعمل، والله حاجة حلوة قوي للناس الفقيرة والله. يقول يبارك فيه ويمتع ويحوش عنا كل حاجة تجيلة. مبادرات كتير بيقدمها التحالف الوطني طول الوقت، بيوصل بيها لكل محتاج عشان يرفع العبء عن كتير من المواطنين ويكون الدعم والسند ليهم اللي من خلاله يفضلوا مطمنين وحاسين بالأمان عن طريق مبادرات التحالف المتنوعة والمختلفة والمستمرة طول الوقت.